كيسفيف كيلعو في الباكية تلقاودي ساعة وانا هنا كنعوض الباكية وقت ما افتحش يمكن السلام عباد الله وصباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عمر ماشي للعمل. اليوم عم بارطاجي معكم نهار ديال العمل ديالي وعادي نوريكم شي واحد من اللي كيجي اوروبا بلا صنعه وبلا قرايه بحالي انا جيت بلا صنعه ما عنديش صنايع مره عندي ديك صنايع خفافين وصافي ماشي شي صنعه اللي عتوكل لك الخبز وخا الصنايع كاملين كيوكلوا الخبز فانا عندي ديك صنايع ديال القابص الطبيات الخياطه ديك فهمتوا ديك الصنايعه ديال الدراويش والسلام اللي معايا وكلوا فيها الخبز هنا. الا جيتي لاوروبا الخاوه ديالي وما عندكش الصنعه وما عندكش الدبلومات وما قاريشي غتبقى تخرج في هذه الساعه هذه من الدار اللي هي 7 ديال الصباح وغترجع من الدار حتى 8 8 9 10 12 توقع اي حاجه ضرب الكورفي هي هذه. اليوم غادي نبارطاجي معكم اي واحد جا للغربه ما عندوش صنايع شنو غادي يوقع له. الحق بخير ما كاينش زعما ما كاينش مشكل شي حاجه خايبه تجي اوروبا وما عندكش الصنعه لا بالعكس بكل فرحه خاي ديالي مرحبا بتشمر تشمر عندي الطنوبر دابا نبارك ديال الليل غادي نمشي. انا قلت لكم جيتي لاوروبا ما عندكش الصنعه قدر طيح تكون ماشي ايدا وطيح شي انا دابا كنت غنطيح وين غادي نمشي نشوف الطوموبيل ديالي انت تحت. انا ساكن لين مر الواد وكنجي حسن هنا لهن كاينه مدينه انتوربن وهذه اللينك روفر كنبقى هو تحت حيتاش كاين باركي باطل لتحت فهاد الجوايا هادو كاملين بفلوس باركي باطل باش ما تقام لي شي قضيه غاليه حيت نهار كامل تخليها مباركي هنايا تقام لي 30 الف فرانك انا مليون الطياره ديالي حمار ديالي والله ما كنشوف شي حاجه حيت ما عنديش الوقت تعطلت ما عنديش الوقت نتسنى تيصفى الجاج عاد لك سيري نمشي هيدا هيدا ما كنقشع شي حاجه بعد ابعدو نمزرو بعدو نمزرو بعد الله الله ما كيبان شي حاجه دابا حاشي الا ما درتي من مورايا مره معطل كتفهم ماشي معطل ولكن يلا غادي نوصل غادي نوصل وادك قد مع الساعه مع الدخله مع الخارجه ايو تهلاو انا نمشي لا تهلاو الغدر بدا الطريق ما كتبانش الضبابة ومعامل مرولين الدنيا هنايا يوم السبت الطريق خاويه فشاحة كتفهم كاين عاك سيري ستام مخزن يعطيك السلام ولقد وصلنا الى العمل عمل الصف دابا اللبسة والصخصة كاملة ماشي والصخصة صبنت البارح ومع ما عندي فين نشر شوطات لي من هنا دابا رجعت محرق كنبان محرق ما علينا اليوم النهار مشى حتدخل جبرت شفت شحال من ستوب عندي 200 ستوب عرفت شنو 200 ستوب 200 وقفة كتوقف واحد الدار كتسمى واحد وقفة ياخراها جوج ثلاثة 200 ديال الوقفات حق باكيات كيكونوا بزاف مثلا كل كاين كتجيبها بعد ستوب واحد كيكون فيه خمسة باكيات ستة باكيات عندي نجبر شي 250 باكية عرفت شنو 200 ستوب انا قلت لكم اليوم فيها بيات اليوم حق اليوم السبت ما قدرش نبات فيه في الطوموبيل خاطر خصني نمشي نعس في الدار ديالي باش نصبح ناعس مع راسي في الدار ما علينا ماشي مشكل المهم شوفوا النهار ديوم النهار ودايز نهار وعيفوت ان شاء الله بحول الله صبحات الروين اليوم داعينكم البلبله وقع عليها بقيت ما شبرنا شي بلاصه غنجبر تما الصف ديال الكراطن تما كيتسناوني مصيبه هادي عطونا معطلين شحال وحنا واقفين في الباب شوفوا شنو ديك السماء شوف شحال هادو كاملين ديالي ويلي 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 شحال باقي شحال من الشريو يا لطيف عطاني تقاتلوا معاهم هنا دابا غنخليكم هنايا غادي نمشي نجاهد دابا خصني نخرج هاد السلعه كامله نسكاني كل باكيه اجي تشوفوا شحال من باكيه
هذا 258 باكية. او ماي جاد. واخيرا انتهينا. يا لطيف يا لطيف. جبرتي السيرج الطوموبيل سرجيت وطاح لي، جبرته مع الكراسة حماقت وجبرته اخي. وغنوقف شي بلاصة عاد نعوض الباكيات حيتاش ما عطانيش الوقت، جا جروب اخر وانا باقي ما ساليتش بزاف ديال الباكيات تلفت معاهم اصاحبي. جالسين حدايا هكا الباكيات باقي ما بديتش نفرق. دابا شوف شحال الباكيات نوريكم بصح. الله 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 تشاي هود علي. شوف شنو الباكيات الاخر. 250 باكية الخاوة ديالي. راسك يحبس. كيكونوا بزاف بحال هيدا ما كيكونوش حتى مستسفين معوار. ها اللي قلنا، شوف ها اللي قلنا، الروينه في الكوزينه الخاوة ديالي. مالينا نعوضو، عاد نعوضهم دابا في الزنق. هيا بدا لي الناس اللي شي الا ما قريتيش يبقاو يطيحوا لك باكيات. الا ما قريتيش ما تعلمت جيد الصناعه يبقى يطيحوا لك باكيات وعاد تسرون. والله الخدمه فيها لي ستريس بزاف. ولا قلت لي نهضر لكم عليها وبارطاجي معاكم كيفاش كندوز النهار ديالي في الخدمه. كنبان شي كنبان اسود الله تسمرت بالعصب. عرفت شنو هي تسمرت بالعصب؟ حاول تعصب شي وصافي. حاول تعمل شاهق زفير زفير شاهق. شوفوا كيفاش عيدوزنا النهار ديالنا وش من ساعه نساليو. دخلت للديبو في 9 الصباح بديت كنصارجي. عادي نشوف واش من ساعه عادي نساليو. 9 الصباح تحسبوا معايا شحال من ساعه ضربنا هنا. هيا بينا. كاينين شي ديور صاحبي كتسافر باش تدخل. والله ادب ها كريم ناعس. عاد كريم مزاد تحت عينك. عاد كريم نوض من الناس اصاحبي. شو نوض من الناس دابا عادي يلاه. حطينا الباكية الاولانية هنا عاد نبداو دابا بسم الله. شو تيدوز ديك خانة راه هو مكسيريو. الا ما قريتيش غتحصل في الفيلا. دابا خصنا نسافرو دابا. هزو هاد الباكيات وبقاو حاشي الا فشي تزناق هنايا غتهز الباكية بالحنكينة ديالك. ايه والله كاينين شي زناقي كتدخل لهم شي طوموبيل خصك تباركي في القاع وتبقى داخل داخل داخل. خصوصا الا كانو باكيات كبارين. دابا هادو شوية قبيلة تيبقى واحد الشارع يطالع هو دو اربع باكيات كندي وحدة ونرجع نمر وحدة والطوموبيل عندي باركي فوقي. هادشي جميل جميل ماشي زعما خايب. كندوز النهار ديالي بكحكاح فهمتوني. كان فلوكي مع راسي كنت سارة. اي والله مرحبا بكم مرحبا بكم في هاد العمارة الجميلة جات فوق في القاع. بقشو على اسمه فينو مارلين دي مونيك. هاهو كي بعد منهم كيقول لك الو كيقطع ما تعرفو كهود كامل تساوي وجه تعرفو واش عيهود ولا ما سمعكش. الو كيسكس كاين شي شفاره هنايا في هاد الجهه هادي. الا كان شي شفاره غيكون غير هنا وصافي. الله بديت كنتنفس بديت كنتنفس من هاد الجهه هادي. حق باقي هاد الجهه هادي كنعوم كنعوم كتفهم كنعوم في الباكيه تاع الخاوتي. مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي كيعوم. شوف 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 هاد الجهه هادي بدات كتخوى عليه. هاد الجهه هادي بدات كتخوى داكشي هذاك اللي فوقي هو اللي عند صرف السيرفي. داكشي اللي في القاع هو اللي عندي الاخر. دابا واخا داكشي ترون حيتاش داكشي ملي كتفراني كيتخربق لك داكشي هذا. بالحق الاغلبيه داكشي اللي عندي نصبق دابا كامل. وبعد النوبات كتكون شي باكيه طاحت لك لهين وكذا هي اللي غتحمقك فهمتي. راه صعيب فهمتي ولكن بوينو حنا ماشي هادو ماشي هادو الشركات مشدودين. شوف شافق الزين كراتشي نسرقوا اخي نختطفوا لا ما كرهت. شوف لا بياسة هاي لا بياسة نادرة اخي كتحرف لي في هاد الزنقة يا اخي. كندخل هنايا كنبقى حاصل رجع دور مشي دور ظهر. الزنقة مضيقة
انا هنا جالس كندور. طب هتجيب الدورة كاملة؟ لا الا مكرهناش نسرقو ديك القطاح. شو لا زنقة كتحرف لي ندور هاد اليومين. كنت كندور كنت غنطير واحد بريفين بوس جاي باش شوف سويا. الله الله ربعة صاحبي الله ربعة هادي وانا باقي لي مصيبة ديال الباكية صاحبي التي حاصلة اليوم يا صاحبي. الله الا حاصلة مصوب هذا. ايه والله دا غزال هذا الزين اللي طاح الشمس مشات جات الاربعة 361 اتهلا ارجع سيكا نحطو كلمتي. شو لا شافي غدا شاف 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 كتوا ضغط يا معنطز عاوز هاد الزنقة عاوز مضيقة ولا تاوز السك تبقى تدور هنا يا شهار شهار وانت كدور ولا الله الدور سير 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 ستاق تاق تاق داف نضرب ديك السقوف راه فاين سير اخاي سير 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 اخاي سير سير داف اتهلا المعنطز انا مشيت الحل وعد من فوق الضبابة يا لطيف هي الله 4:30 دابا تقول لك الليله صح. اي والله الطريق ما كيبان حتى شي حاجه شويه والسير حتى كتبقى بيضاء كتبان الطريق شي حاجه فكياس قلبتهم كاملين واحد وحده بوحده حتىش اربعه د الديور مشيت لهم وما جبرتش دابا هادشي كامل عاد تتسفتو كامل تتسفتو عوضتو باش زعما يبقى لي على يدي حتىش ثلاثه د الديور مور بعضهم صاحبي فكياس كانوا طاحوا لي في اللوري عاد شوفوا على ضباب تبارك الله دابا داك ساعه وانا هنا كنعوض فكياس وقت ما فتح شي عاد دابا السمراء السمرة ما عرفتش فين يعني بلوا هاد باكيز دابا غيبقاو هنا غيبقاو هنايا خليتهم بلاصة وسط الدار يا لطيف أيا والعذاب العذاب هذا السبعة عم السبعة وصلت إيوا حنا باقيين نتحاربو مع باكيز هنايا ثاني ماشي ماشي لماذا نحن هنا سؤال صعب سمت في الضوء شو طفيت الضوء قايبا والو 14 هادو يحافظوا بالسلامه الديور هادو فهمتي اما لا لا بقى الحماقه نسيت واحد الحاجه مهمه هي باقي ما كليتش خصني نتغدى اي والله دابا الساعه ونص الساعه ونص دابا انا خصني نمشي في وجهي يا اخي باقي ما كليت والو هذيك السقاطه هاي غادي نباركي في بلاصه هنايا في الخلا غادي نباركي هنايا في شي بلاصه في الخلا ايوا غادي ناكل اخي ما جبتش التينيدور غنبقى نحفن بيدي يا لطيف يا لطيف يا لطيف عندي اسباكيتي دابا غنبقى نحفن بيدي ما كاينش ما جبتش معايا تيني دور متك حول ولا قوة الا بالله ما علينا دابا غادي نحشي في وجهي عندي باندي بالخبز وهذا الشيء اللي عطى الله دابا غادي نحشي في وجهي وغادي نكمل الخدمة ديالي وعلاء ولو
فين الخاو؟ واش بغيتيني خدام الخاو؟ عن سالي معطل اليوم الخاو تنشي 9 ولا 10 بوليسي واقف هنايا تفوت السرعه يعطيك الداف كيعيطوا له بوليسي ميت ماشي ميت بوليسي واقف ما تحركش انا علي نسالي يا اخي باقي عارف ما نعرف فين هي صح شي ماشي حماق هادشي سنتروم لان سنتروم لا 130 جبار صح جبار اللي يمشي فحالو هو عليه راه قال له والو يمشي فحالو الو بوستنيل يا صباح اوكي اشبيت ثانك يو سي بروبليم 14 دابا دابا 14 جيت نوحد الدار ندي الباكيه واش برتي ديك الباكيه واش برتي واحد الباكيه اخرى يعني هاد الباكيه اللي كنبقاش عليها انا يعني هاد الباكيه اللي كنبقاش عليها انا عديت شي دار اخرى دابا رجع عندك الدار اخرى نقول لهم حيتاش انا عقلت ديك الدار مشيت لها حيتو الباكيه غلطه دابا انا عندي هاد الباكيه هادي بعد ديال الباكيه واقيلا عطيتهم ديك الباكيه اللي خصني نعطيها دابا يعني خصني نعطيهم هادي ويعطيوني ديك الباكيه اخرى وعندي واحد الباكيه في الاطراء هي عاد جبرت عاد عاد بانت هي الاخرى عاد نمشي نديها المولى هذا لا والو هاد الدار هادي هي فيديه ما جيتش ليلا انا مره حيتاش كان عندي الغلط الدار ما جيتلاش يعني هاد الباكيه هادي ديال هاد الدار هادي وفين هي الباكيه يا اخي ناقصني واحد الباكيه عيب الله عافي مشى صح الباكيه والله باش بارتا الباكيه حرفت لي ما عرفتش في طاحت لي واش ديبو ولا في الزنقه ولا ما عرفتش الباكيه فين مشات الباكية دابت مسخت ولا عطيتها شي مع شي واحد زايدة عطيتها له بالغلط والله ما نعرف المهم واخيرا انتهينا دابا نعم سيدي تسعود دابا نعم سيدي تسعود ونص اما طهريه يعني تسعود ونص فوقاش بدينا في الديبو كنا في تسعود كنصارجي ودابا تسعود ونص 12 ساعة ونص ابارتي خرجنا من الدار فوقاش وكذا يعني تقريبا 12 ساعه هذه ديال الخدمه ابارتي الطريق ساعه في مجي ومجي 12 هي 14 ساعه الخو الشيء الا ما قريتيش وما تعلمتيش الصناعه تبقى تضرب 14 ساعه ديال الخدمه وينو دابا غادي يجبروا الطريق طلعوا فحال النهار للدار غدا لحد صباح ناعس الف شهاده اخيرا وصلت صح وصل 10 ونص دابا الناس هنا الناس كامل كامل باقي ما زولتي حتى حوايجي يا اخي الله 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 والله ما زولت حوايجي زولت على الفوقانيه الفوقيه يا راتي والله الا الدكدك صح عرفت شنو هي الدكدك كنبان ولا ما كنبانش فلاشي وعاود دابا كنبان دابا شنو يقدر تعمل فهاد فهاد الساعه هادي واش توجد الغدا واش تصلي اللي باقي لك واش 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 حق بويفو والله الا هاني يعني عايشين الحياه وهادي سنه الحياه من هذا ويدمر ويخدم وكذا والحق الا قريتي يا اخي ما دمرتي هاد التمره كامله فهمتي الا قريتي وتعلمتي شي صنعه مزيونه اخي هادشي اللي كاين اخي فيديو للعبره وصافي هادشي اللي كاين الغزلان ديالي خليتكم على خير وتهلاو فراسكم ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله اديوس